سلام خوتي وشراكم، ان شاء الله تكون لاباس في حلقة جديدة على الجواب. عز المشاهد، نقدر نقولكم بلي اليوم راهي حلقة مفاجئة وخاصة بالمبتدئين. الموقع اللي راح نتناولوه اليوم مبدأه سهل جدا، نقريكم بعد نخدمك وبعد نخلصك. لكن قبل ما نروح لتفاصيل الشرح، عندي واحد تنويه صغير، اللي هو انا في العادة في لاشين مالك ديما نحكي على الاربيتراج ونحكي على التسويق، ومؤخرا استهدفت مواقع تقديم الخدمات المصغرة وبعض المواقع اللي شفتها حقيقية وقادرة تعاون الفئة المبتدئة. لكن بعض الاخوة نقدر نقول لكم ما عجبهمش الحال وخلاو لي واحد التعليقات ما عندها حتى معنى في الحياة. تحير اسكو التعليق هذاك جاء من بنادم ولا جاء من شجرة؟ ليجي واحد يقول لك على تكذب على الناس وامبوسيبل تدخل هذوك الدراهم وكل وامبوسيبل تخدم في المجالات هذه كل. شوف، انا في الحلقة السابقة ما كنتش الشخص الذي يقدم الخدمة، كنت انا الزبون اللي شرا هذيك الخدمة. شفتها سهلة قلت علاش ما نعاونش بها لي زابوني تاعي؟ قادر تقول لي كاعد خدمة سهلة لا رحتي خسرتي دراهمك؟ هنا نقدر نقول لك مش راح نولي طبيب ومش راح نولي ميكانيسيان ومش راح نولي نجار، كل واحد وخدمته. انا خدمتي راهي سي بي اي اربيتراج، دوك تبان لك من هنا في الفيديو. اكليكي على البلاي ليست، تشوف الشركات اللي عندي ولا اللي خدمت معها، تشوف المواقع اللي صممتها وتشوف المداخل تاعي. وسبب الحلقات السابقة هي والحمد لله عندي شريحة معتبرة من ناس مبتدئة اللي طلع للمورال، داروا فيها كونفيونس، قال لك ايوب ديرنا شوية شروحات على قدنا خاطر ما عندناش ميزانية باش ندخلوا في الالبيتراج. من الاخر الالبيتراج باش تدخلوا لازم لك على الاقل قريب 100 دولار، دوك حتى ال 500 دولار عاد ما تقدرش، كوم الحملات الاعلانية غلات على منصة الفيسبوك وعلى باقي المنصات. اذا باش ما نطولوش في هذه الحكايه التافهه، نروحوا لاهم نقطه في هذا الفيديو اللي هو واش هو الموقع اللي راح يقريكم بعد يخدمك ومن بعد يخلصك. الموقع هذا اسمه ريمو تاسك، ومبدا الموقع راهو سهل جدا، راح يقريك باش تعاون الذكاء الاصطناعي ويخلصك على هذه الخدمه. واش هو صح الذكاء الاصطناعي؟ مثلا كي تهز بورتابل وتجي تصور به لقطه ولا منظر، يقول لك ولا تبين لك واحد الايقونه في الشاشه تقول لك مثلا هذا راهو غروب شمس ولا الهدف اللي قاعد تصور فيه راهو خضره ولا فواكه. هذا الذكاء الاصطناعي بالتقريب. بصح الموقع هدايا راح يخليك تعاون ذكاء اصطناعي من نوع اخر، يتمثل في التعرف على الاشياء مثلا في غرفه معينه، مثلا هذا كرسي، هذه طابله، هذا يا صندوق، هذا كتب، دونك حاجه كيما هكا. ولا كاين بزاف خدمات تاع 3D خاصه بالسيارات، حوايج بزاف لازم تكتشفوهم. للتسجيل والعمل في الموقع فالامر سهل جدا، راح تلقاو الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو، ولا روح لجوجل اكتب ريمو تاسك ومن بعد راح تظهر لك هذه الواجهه. اول شيء راح تحط الايميل الخاص بك ومن بعد تاكد رقم الهاتف. من بعد ما تكمل هذه الخطوه راح يديك الموقع مباشره الى اهم العناصر اللي لازم تعرفها باش تخدم. راح يوري لك بعض المواضيع وراح يبين لك واحد الفيديوهات، من بعد ما تكملها يقول لك لازم نجربك ولازم نعرف اسكو انت قادر باش تخدم الخدمه هذه ولا لا. والتاسك راح يكون سهل خلاص، يقول لك دير كيما ندير انا، راح يعطيك واحد الصوره تجريبيه على الخطوات اللي راح تديرها في التاسك تاعك. من بعد انت دير التالي، يعطيك نفس الصوره اللي بينها لك سابقا في المثال، مثلا صوره الكرسي هدايا، يعني تحددها كامله وتقول له مثلا بلي هذا كرسي والصوره راهي ملتقطه من الاسفل. من بعد ما تكمل الخطوه هذه زيد يعني تضغط على التالي، وهنا راح تتبدل لك الواجهه تاع الموقع تاعك ولا تاع المكتب تاعك. راح يبانوا لك الزيروات هذوما اللي بحداهم الدولار، يعني انت راح تبدا تدخل الدراهم هنا. وهنا راح يعطيك مجموعة من الوظائف المتمثلة في الـ2D والـ3D والتعرف على المنتجات. كنصيحة فقط، الحاجة الأولى سهل تديرها لازم تترجم الصفحة الرئيسية تاع الموقع هذايا كامل بالعربية. باش تديرها تيليشارجي واحد الأداة ولا حمل واحد الأداة ولا واحد التولز من جوجل كروم، هي راح تترجم لك الصفحة الرئيسية كاملة إلى العربية. من بعد وكنصيحة أيضا اختر الوظيفة الخاصة بالتعرف على المنتجات، خاطر الوظائف الأخرى تاع الـ2D والـ3D راح تتطلب لك حاسوب. هنا نحكي على اساس انت ما عندكش حاسوب، وايضا لازم بالك الحاسوب يكون فيه مواصفات معينه، لازم يكون قوي. دونك انت روح لوظيفه سهله وتقدر تخدمها يعني على جميع الاجهزه اللي هي التعرف على المنتج. الخدمه هذه سهله خلاص، يعطيك صوره منتج والاسم تاعو ويطلب منك تروح لجوجل ولا تروح لاي بلاصه عندها ولا تعرف المنتج هدايا، تجيب له المواصفات تاعو، وايضا يعطيك مجموعه من العناصر في قائمه وانت تحدد لاي عنصر من هذه القائمه ينتمي اليها هذا المنتج. يعني خدمه سهله خلاه ومليحه، في النهار قادر يعطيك حتى 200 تاسك،
انت قادر تكملهم كاملين في ساعة، وهنا الأسعار متفاوتة، تبدأ من $5 حتى إلى 20 ولا 25 إلى $30. والحاجة اللي عجبتني في هذا الموقع بلي أقل مبلغ للسحب راه $1، ثم حاجة مليحة خلاص. دونك باش تزيد تفهم الموقع هذا كيفاش يخدم، كاين ناس بزاف قدموا عليه شروحات، يعني ما تديش غير من عندي، دونك أنا عديت عليه حبيت نوريهولك باش تكون عندك عليه فكرة. انت باش تطور فيه لازم ديما تريشيرشي. لكي تسحب اموالك من الموقع راه يدعم الباي بال ويدعم ايضا التحويلات البنكيه، وهنا ديما ننصحكم بلي لازم يكون عندكم بايسيرا، ما عندكمش كارت على ارواحكم، بصح لازم يكون عندكم حساب بنكي، يعني تروح تفتح حساب في بايسيرا وتفعله وهكا يولي عندك حساب بنكي. كود عندك حساب بنكي واش معناتها؟ معناتها بلي تقدر تخرج دراهمك من اي موقع قاعد تخدم فيه، ومن بعد كي يوصلك دراهمك وتحب تخرجها من تسي سي بي راح تروح لاي منتدى تبادل العملات كما كاين ستار 7 اراب، هذا الموقع راح تلقى فيه من الناس يسحقوا بايسيرا، يقول لك انت بيع لي بايسيرا وانا ندفع لك في سي سي بي. بيان سير كاين اجراءات امنيه كبيره في المنتديات هذه، لازم تدفع الوثائق تاعك باسبور وكلش باش تاخذ وصف بائع معتمد. من بعد ما تكون عندك ثقه في الموقع وتكون تتبان باللي خدام على روحك وكلش تقدر تدير هذه الاجراءات. وهنا نقدر نقول لكم باللي وصلنا الى نهايه الفيديو، برضو شويه على صوتي خاطر اني شويه مغريبي وقلاني كورونا وربي يسر. اذا عجبتكم هذه الحلقه خليونا لايك وتعليق، تعليق في استفساراتكم وساكون سعيد بالرد عليه. وفي الاخر واش راح نقول لكم؟ شكرا على حسن الاستماع والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.